وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 16 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1506 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 22 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,043,015 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,892 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2,915 طن عيني ومستندي سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 4,988 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 69.5 طن دقيق بلدي، كما تم ضبط 25 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 60.5 طن دقيق، وأكثر من 287 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,939 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 64 طن دقيق، وما يزيد على 265 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 75 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت قرابة 33 طن دقيق، وأكثر من 60.5 طن سلع مدعومة متنوعة، كما تم ضبط 8 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 73 طن أسمنت، كما تم ضبط 170 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت أكثر من 1,851 طن أرز شعير، كما تم ضبط 243 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 21,390 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 457,503 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 166,536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2,704 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 218 سائقا منهم، كما تم المرور على 119 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 724 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 4 سائقين، كما تم فحص 598 مركبة وتبين عدم مطابقة 11 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 294 سيارة و35 دراجة نارية متروكة ومتهالكة.
وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 5217 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ، والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 766 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 876 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 1900 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2635 مخالفة ملصقات، وضبط 24 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 709 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 78129 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 71,344,275 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 188 قضية، من بينها 88 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و100 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 180,137,355 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,819 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,360,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 14,104,889 جنيها.